اسمعني وجد الدعم ووضعت الامكانيات في المكان المناسب. عبد العزيز الان بقول لك حاجه، انت هل تعتقد ان التعاقدات مع الوحده هي بدون الاستشاره مع المدرب؟ لا. تتوقع انها كذا بس خذني جيتك مع المدرب؟ مستحيل. مع المدرب، مدرب الوحده اكيد لا. اكيد اكيد, لا. طب أكيد في استشاره مع المدرب. اذا هذا يندرج في استشاره أيوة. تحت عمل الاداري المحترف. ايش دراك؟ كيف ايش دراني؟ ايش دراك؟ مدرب هذا ما يقدر. اقول لك الا بيختار لعيبه الوحده. أيوة. واحد فاهم، واحد خبير، واحد متمرس. يعني المدرب ما له دخل؟ لو لو نسبة كبيرة للمدرب والدليل. لحظة انا ما اعرف مين هو اللي بيختار. دقيقة لحظة يعني المدرب ما له دخل؟ انا اقول لك اللي بيختار لعيبة الوحدة المحليين. طب المحليين اختارهم من متى؟ اي لحظة انا اعلمك، انا اعلمك. لا تعلمني، انا اعلمك. لا لا معلش، انا اقول لا لا تسألني لازم اجاوبك، تسألني لازم اجاوبك. هو بيجي صحح لك ما بيسألك. صحح لك. انا لما تجيب لي لاعب زين 100% هتعرض عليك كمدرب. انا اشوف السي في حقه، اشوف اللقطات حقته، اعرفه. اكيد اعرض عليه بس مو اللي اجيبه. مستحيل انك تجيب اللاعب تقول لي يلا سجل عندك وانتهى الموضوع. لا يا حبيبي، بس انا اجيب، ما اجيب انا اللي اجيب اللاعب واقول له هذا. طيب بس تعرضه عليك كمدرب. طبعا اعرضه عليك. طيب بس يا عبد العزيز، يا عبد العزيز، يا عبد العزيز، مدرب مع احترام، مع احترام الجانب الاجانب المحليين، حتى اللعيبه الاجانب قبل المدرب. اللعيبه المحليين على فكره، اللعيبه المحليين كلنا نعرف انهم دكه. رديف دكه رديف في الوحده. يعني رديف الوحده. طيب معلش، من هم الاساس اللي جابوهم؟ عبد الله الزوري. عبد الله الزوري وسامح وساوي. انا رديف ممكن يكون رديف. انت عندك 7 لعيبه اجانب واثنين 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 رديف. اسامه هوساوي رديف. واثنين مواليد. وليد بخشوين. وليد بخشوين رديف. اسامه هوساوي. اسامه هوساوي رديف. هذا لا 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 كان كان اساس. عبد العزيز ما يلعب في الاهلي. عبد العزيز لا لا كان لاعب، كان لاعب. لا في المباراه كان موجود. كلهم نجوم منتخب. شوف بالله لا 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 بجيب دوري بلعب وبخلي الاجانب احتياط. يا اخي كلهم رديف. مش رديف. كلهم لعبوا في المنتخب. دكه دكة. كيف اللعيبه لعبوا سبعه مدربين؟ الوحده، الوحده. انا ابغى فريق نفسه طويل. لما اقول نفسه طويل معناته لازم الاجنبي اللي يجيني يكون لاعب اساسي، واللاعب اللي في الدكه لما يغيب اللاعب الاجنبي. كيف دكه هم سبعه هم 11 طيب يعني يتكلم عن عمل متكامل. يا سلام عليك. صح ولا هذا لا؟ طيب في اجل اجل لا تقول لي لاعب دكه. لا تقول لي لاعب دكه نقلل منه. احنا نتكلم عن عمل متكامل. هذا اللي انا قاعد اقوله. العمل اذا بندر محترف. بندر طيب انا بقول لك حاجه يا بندر. بندر, بندر, دقيقة. بندر الان هذا العمل في الوحده. هذا العمل عبد العزيز يا اخي. طيب. اعطنا فرصه يا اخي. اكرم الان في عالم كره القدم الوحده ما حقق نتائج جيده وحقق السادسه والسابع وارد. وهذا شيء طيب. متوقع ما هو لا يسمع. لا 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 يسمع. منطقيا انا اقول لك متوقع الظروف. الفيحة جاب 11 لاعب خلوها هذه في طيب. لا ابو هاشم يا ابو هاشم الفيحة صارف 90 مليون من بدا معه. في البدايه من بدا مع المدرب وفي اول مبارتين قلنا الفيحة. لحظه عبد العزيز. عمر لو سمحت بدا مع المدرب. اقاله سعود الصرامي، ابو فهد، الانديه